ثلاث شهور ما كاين لا مكتسبات في التعليم لا والو. فين هي المكتسبات؟ المكتسبات هي انك توقف المساله ديال التعاقد بشكل نهائي. كاين دابا كاين ضبابيه لا 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 مازال غيبقاو مرتبطين بالماليه ومركزه انما هو غادي تكون المناصب ديالهم مازال مرتبطه بالجهات في فنورمال ماشي معقول. الوظيفه العموميه هي الوظيفه العموميه، النظام الاساسي للوظيفه العموميه هو اللي خصو ينضموا ليه كلهم. التعليم الاولي هو اساس نجاح المدرسه في العالم كله، هذوك الناس مازال مرتبطين بجمعيات خصهم حتى ما يدخلوا الوظيفه العموميه. الابتدائي خصنا نرفعوا من الاجور وخصنا ما كاينش توظيف على مستوى الجهه ولا بالعقده، خصنا ننهيو معاه. اليوم مازال واحد العدد ديال نقاط استفهام على هذه المساله، هذاك الشيء ديال 30 سنه باش دوز المباراه ما حيدوش. واحد العدد ديال الامور اللي مازال ما تمش التناول ديالها. فينا هو الرفع من الاجور بشكل اللي هو حقيقي، ماشي يقولوا لنا هذا احسن حاجه، ولكن هذا 1500 هادشي اللي تقدر تعطي الدوله اياه. وحنا ملي كنشوفوا تخيل معايا الميزانيه ديال جميع الوزارات راه ما كتخسرش كلها كل سنه، ملي كنصوتوا على الميزانيه بحال دابا كل وزاره عندها كيبقى داكشي اللي كيبقى. راه خصنا اليوم نعتقوا المدرسه الا كانت هناك شي وطنيه. اليوم انا بغيت غير نذكر بان المؤسسات الكبرى لا ديال السي سعيد ايتي الدر عاليه حتى بوبكر القديري، المؤسسه ديال عبد الرحيم بوعبيد، كلهم اجتمعوا وداروا ايام دراسيه وخرجوا باننا اليوم بحاجه الى الوطنيه متجدده.